مساء الخير لكم مشاهدينا بحلقة جديدة من مقابلة خاصة. حلقتنا اليوم رح تكون مع معالي وزير الداخلية المحامي زياد بارود. مساء الخير لك معالي الوزير. يا أهلا فيكي. بونسوار. بونسوار معالي الوزير. لنبلش شوي، مثل ما الكل بيعرفوا حضرتك من الوجوه الجديدة بالسياسة، خلينا نحكي شوي عن الوجه الآخر لمعالي الوزير زياد بارود. كيف بتبلش نهارك؟ نورمالمون ببلش نهاري مثل أي إنسان عادي، بوع الصبح بتروق دو كرواسون، وحده على فرماج، لا دوزيام بخدها على شوكولا، اذا ما كان عندي شوكولا او ما طالع بالي شوكولا بخدها على اماوند فضل يعني، وبشرب الكابوتشينو تبعي وبقرا جريده وباخذ دوش بالبستا وبرجع الوزاره. طبعا بدي اجي نظف حالي نظيف لانه انا انسان نظيف، وطبعا هيك وزاره بدها انسان نظيف مثل ما كل الناس بتعرف. نعم، حضرتك مثل ما الكل بيعرفوا كمان انه الرجل المناسب بالمكان المناسب. حضرتك تفضلت وجيت على الوزاره كرمال تنظم قانون الانتخابات، لقيناك عم بتنظم قانون السير. يعني كيف تصارت هيدي؟ رح جاوبك على سؤالك. بالنسبه لاول بارتي من السؤال، الشخص المناسب بالمكان المناسب ولكن بالبلد المناسب. اللي صار معنا ان احنا جينا، انه بصراحه جيت انا على الوزاره وكنت مثل ما بقولوا يعني عملنا مثل منظمين كنا ايتود انا وعمو فؤاد. سوري بس مين عمو فؤاد؟ عمو فؤاد بطرس. اوكي. كنا منظمين ايتود يعني حتى ننظم القانون الانتخابي. ومثل ما بتعرفي انه يعني السياسيين بالبلد يعني بتعرفي كل واحد مشى الموضوع على طريقته. فلقينا حالنا انه ما عم نعمل شيء. عرفتي كيف؟ قلت انا مش معقول اقعد ما اعمل شيء بالوزاره، فاتجهت نحو قانون السير، فقلنا بننظم قانون السير. لانه بتعرفي ما بنقدر لهم، في عندك منهم نموره، منهم اسوده، منهم ما فينا نلحق لهم. نعم. فقلت انا حتى ما اقعد ما اعمل شيء بنظم قانون السير. اها، طيب يعني نظمت قانون السير، نظمت السلولر والاطفائيه والسيت بيلت وما بعرف شو كل الاشياء الضروريه. نعم، بس ما هو في اشياء اهم بعتقد، قصص الانفجارات وال هذا الهجس الامني عند الناس. معلش، هو هجس عند كل الناس، عند كل شخص عايش على البقعه. بس خلينا ننطلق. سمعان، عفوا بليز. سمعان بليز، واحد كابوتشينو. بتشربي مي؟ اعطينا كبيت مي. ميرسي سمعان. بتاخذي معي كابوتشينو؟ نو ميرسي. بتاخذي شيء ثاني؟ نو. اوكي. هيدي كبيت المي. ايه قدامي. حضرتك بتشوفيها مليانه ولا نصها مليان ولا نصها فاضي؟ طبعا رح تشوفيها انه نصها فاضي، مثلك مثل اي شخص عادي او انسان مواطن عادي. ولكن نحن، انا بصراحه انا شخصيا انا بنظر للكبايه نظره تفاؤل، وبشوف انه الكبايه نصها مليان مش نصها فاضي. فهيدا الوضع بالبلد، يعني اي شيء بدنا ننطلق فيه، خلينا ننطلق نحكي نكون سبيسيف، ما عم نحكي عن موضوع السير. موضوع السير شغله كثير ضروريه، السيت بيلت. السيت بيلت سلم لجل لنربطها بموضوع الانفجارات. اذا صار في انفجار بمنطقه معينه، الناس اللي ماشيين بسياراتهم جنب الانفجار، اذا مش حاطين السيت بيلت شو بدك يصير فيهم؟ بيطيروا من الشبابيك او من الازاز الادماني او من الازاز الوراني. بينما اذا كان حاطط سيت بيلت بعده محمي اكثر، هيك بيفتح الايرباج مع بعضه بيردوا السيت بيلت. هي شغله كثير ضروريه طبعا. نعم. اما بالنسبه للطفايات، اذا كمان سلمنا جدلا ماشي بسيارتك وطلع في انفجار واحترقت سيارتك، بدك تنطري الاطفائيه لتيجي تطفي لك اياها؟ ما بعتقد، لانه الاطفائيه يمكن عندهم شغل ثاني يعملوه، يلي هو يطفي مطرح الانفجار قبل ما يطفوا لك سيارتك. اوكي. فانت اذا معك اطفائيه انت بتقومي ما كل واحد كمان بده يساعد حاله. اما بالنسبه للسيلولار، وهي شغله كثير ضروريه، اذا بس طلع انفجار مثلا، اعتبرنا بالمنطقه معينه طلع انفجار وانت عم تحكي مثلا مع صديقك، مع خطيبك، مع جوزي، عم تحكي على التليفون، طلع الانفجار، طب واهلك بده يتلفنوا يطمنوا عنك، شو بده خطك مشغول؟ لانه حضرتك شو ماسك السيلولار عم تحكي. اما بالنسبه للي بده يوضع الانفجار، يعني كمان شغله كلها مثل ما بقولوا ترانزيتيفيتي، يعني بترد على بعضها. سيت ان سيركل، يعني بيرد على بعضه. خليني لك شغله، هلا اللي بده يحط الانفجار اذا عم يحكي على السيلولار. اوكي. يعني بده يعطي التعليمات، بده يعطي مثل ما بقولوا هيدا حتى يحكي مع الثاني، حتى يقول له الو هلا فجر. نعم. بينما اذا منعنا السيلولار بالسيارات
ما بيقدر ما بقعد يقدر يفجر. هيك هيك كمان ردينا على عالم الانفجار، كيف بده يعرف انه هلا لازم يفجر؟ فكله بيرد على بعضه. مزبوط. انا كباية دامي، كباية بتشوفيها نصها مليان او نصها فاضي؟ طبعا بتشوفيها نصها فاضي. شربي نسكي للجو. ميرسي. انا بشكرك معالي الوزير وبقول لك الله يكون بعونك، لانه النضاف مثلك ما بيقلعوا بهيك وزاره. يعني بنتامل انه نضل نضاف، وبعتقد انه نضيف بيضل نضيف، ونحن بنشوف حالنا وبنتامل انه الاخوين يبلشوا يستعملوا نفس الصابون اللي عم نستعمله نحن، لانه هيدا دليل نظافه. نعم. هيدي الكبايه قدامك، انت بتشوفيها نصها مليان ولا نصها فاضي؟ طبعا بتشوفيها نصها فاضي.